كما راكم تشوفوا رانا في اجواء تاع العيد، ربي يتقبل ان شاء الله منا ومنكم، الله يجعلها اضحيه مقبوله ان شاء الله. كما راكم تشوفوا سومه معقوله، سلعه شابه الحمد لله يا ربي، وربي يعاوننا وربي الله يرزق كل محتاج، اللي ما عندوش ان شاء الله ربي يفرج عليه، راك فاهم، واللي عيد ان شاء الله ربي يبارك له ربي يتقبل له ان شاء الله. العيد الاضحى المبارك راه شويه الحمد لله على كل حال، ماشي كما العوام اللي فاتوا، مي الحمد لله. بمناسبه عيد الاضحى المبارك نقولوا نحيوا الشعب الجزائري، نقولوا لهم عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم خوتي، رانا في اجواء عيديه، رانا في احي 1100 مسكن لي كوتاك، مرحبا بكم. كاين القرط، كاين المواس، رحايا، كاين كلش، راهي اجواء عيديه، الله يبارك ما شاء الله. رانا في حي 1100 مسكن، مرحبا بكم خوتي. شبت عيد الاضحى ان شاء الله رانا عند كريمو خويا، كل عام ونجولي هنايا باش نمضيو مواسنا، ونتمنوا ان شاء الله الشعب الجزائري عيد سعيد وكل عام هما بخير ان شاء الله. مرحبا بكم في حانوت ابو امير التوابل، هذا قاعد لنا التحضيرات لعيد الاضحى ان شاء الله، في توابل يعني كبيره، سبيسيال لحم، سبيسيال مشوي، في البرمه اللي كان كلش كاين. مرحبا بكم في توابل ابو امير، هذا كاع ان شاء الله مناسبه عيد الاضحى. وزين نخصص لك باللي لي كوتاك حي 1100 مسكن معروف ومشهور بالمناسبات، تحس بالموسم، يعني تحس بالموسم تاع عيد كبير، ما تخرج تحس الناس تبيع القرط، الناس تمضي المواس، يعني في حركه كبيره، في فرحه، في اجواء تاع العيد ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله يا ربي نعيدوا كاع بصحه ولهنا، نتمنى عيد اضحى ان شاء الله ربي يتقبل منا، والحجه ان شاء الله ربي يجيبهم بخير والخير للبلاد، وان شاء الله مزيد من الازدهار، وان شاء الله ربي يحببنا في بعضنا. رانا نحكوا على الاجواء تاع بمناسبه العيد الاضحى، ان شاء الله كامل الناس تعيد، ان شاء الله كامل كما يقول لك الزواني القلي الغني الفقير، فاهمني، ان شاء الله ربي كما يقول لك يتقبل منا الاضحيه هذه، وان شاء الله كما يقول لك نزيد نوصل ميساج للناس اللي ما يشروش باش على جال طفل صغير ولا على جال جارو جاب ولا على، فاهمني، لازم كي يشري عيد الاضحى باش يتقرب به الله عز وجل، النية وتكون خالصة لله عز وجل ان شاء الله، وربي ان شاء الله كما يقول كيسهل على الجميع. كم خوتي رانا في اجواء العيد، مرحبا بكم عندنا، رانا نخدموا في ليفروي شابين فور كات سيزون، رانا معاها وسوم الارض، سوم الارض، رانا نخدموا الكونتيتي وحاجة قليلة، رانا نخدموا غير حاجه قليله وندوروا، خلي الزوالي ياكل، وان شاء الله كاع الناس تعيد، وان شاء الله كاع تاكل، ورانا في حي ليكوتك 1100 مسكن، ومرحبا بكم، اللي عنده يجي واللي ما عندوش يجي، ونتمناو كاع الجزائريين يعيدوا، هذه بلا ما نقولوها، ان شاء الله الزوالي يعيد، واللي عنده يعيد، واللي ما عندوش يعيد. راكم تشوفوا رانا مع اجواء العيد منا، انا نبيعوا في القرط، وكاينه حاجه اخويا، كاينه الناس ماش كاع تعيد، فهمتني كيفاه، تسمى شغل زادوا لهم في السومه منا. يا خويا ان شاء الله يديرهم بعين الاعتبار وينقصوا لهم السومه ويخلي الناس تعيد، الزوالي يعيد، راهي البنه تاع العيد كاع ما كاش، راك تشوف دو جور تروا جور العيد كاع ما كاش، ما كاش كاع البنه تاع العيد، تسمى ما كاش عباده يجي في الكباش ولا، فاهمني، يا خويا ان شاء الله هي يحسنوا يعاونوا وينقصوا لهم في السومه والناس تعيد والزوالي يعيد، وش راح نقول لك خويا، عيد مبارك للامه الاسلاميه والجزائريه ان شاء الله. بمناسبه العيد الاضحى المناسب حي 1100 مسكن يرحب بكم، احنا كل عام انا وكريمو، كاين حافظ الرحايا وكاين كريم والرحايا، دائما احنا نخدموا المواس، عندنا الفحم، عندنا القطاعات، كاين القرط، كاين شوايات، مرحبا بكم، احنا عندنا دائما مزهينا احنا لي كوتك، كل عام مزهينا، والعام هذا راه تبان ناقصه، وربي يهديهم الموالين، الله ربي يهديهم، نتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم بخير، ومرحبا بكم عندنا.